نروح لمتابعة مع دكتور أحمد العظم استشاري التغذية العلاجية معانا على الهواء مباشرة من إسطنبول. دكتور أحمد صباح الخير، أهلا بحضرتك معانا، وبنتكلم عن أحماض أوميجا 3 وأهميتها لجسم الإنسان والكمية الموصى بها يوميا للإنسان. يا صباح النور، أهلا وسهلا فيكم. أحب بس دكتور شكرا. أحمد، أهمية أوميجا 3 بالنسبة لجسم الإنسان. لا، مثل ما انت قلت ببدايه شو اسمه الاذاعه، انه بيلعب دور مهم في شو اسمه عفوا الاوميجا 3 بيلعب دور مهم في الوقايه من الامراض المزمنه، مثل صحه القلب وصحه الدماغ، وبيلعب دور كمان مهم جدا في قصه التهاب المفاصل والتهاب الجسم، التهابات المنتشره بالجسم. طبعا الأوميجا 3 بتلاقيه بمصادر كثيرة متنوعة، خاصة بين الأسماك الدهنية، كمان بين شو اسمه المصادر الدهنية الغنية مثل النباتات، بذور الكتان أو بذور الشيا. الكمية اللي الإنسان المفروض يحصل عليها كل يوم من أحماض الأوميجا 3، وهل هي كمية واحدة لكل الأعمار وكل الفئات؟ لا، هلا مبدئيا الكميه بتختلف حسب بين الجنسين. اول شيء بين للحد الافضل كميه بالنسبه للرجال هي 1.6 جرام يوميا، هاي الافضل كميه للشخص. طبعا بالنسبه للمراه هي 1.1 جرام يوميا كمان. طبعا بالنسبه للحوامل او المرضعات تختلف النسبه، بتزيد اكثر شويه صغيره، ولكن الحد الادنى اللي هو 200 250 ميلي جرام باليوم. دكتور أحمد، يعني إمتى الإنسان بيحس بمشاكل وأعراض لنقص أوميجا 3 وبيحتاج فعلا إن هو ممكن مش بس يحصل عليها من المصادر الطبيعية، يتناول كمان مكملات غذائية؟ هلا الأعراض كثيرة متنوعة. على أولها مثلا بتأثر على صحة البشرة ونضارتها، ثانيا صحة المفاصل، بتزيد التهابات المفاصل لما نوقف ناخذ كميه اللي نحن اللي بنحتاجها من الاوميجا 3. كمان بتاثر على كمان بتاثر على صحه شو اسمه عفوا الاظافر والجلد. فبشكل عام بدنا نحاول ننتبه ناخذ الكميه اللازمه اللي بنحتاجها يوميا، لنضل نحافظ على هاي صحه الجسم بشكل عام ونقلل الالتهابات. امتى الانسان بيلجأ للمكملات الغذائيه اللي فيها اوميجا 3 بالاضافه الى انواع الغذاء المختلفه اللي بتحتوي ايضا على اوميجا 3؟ لما نلاقي صعوبه ان ناخذ احتياجنا اليومي من الاوميجا 3 من خلال الدايت، خاصه للناس مثلا عندهم مشاكل حساسيه تجاه الاسماك او بالمصادر الغنيه في الاوميجا 3، فبنلجأ الى المكملات كحل بديل عن الاطعمه. طبعا نحن دائما ننصح على انه يكون الدايت تبعنا غني ومتنوع خلال الاسبوع بالمصادر الغذائيه، فنحن نقدر نحافظ على مستويات الاوميجا 3 في المستويات المطلوبه. على الاقل نحن ناكل مثلا حصتين من السمك خلال الاسبوع، يومين خلال الاسبوع، لنقدر نحافظ على الكميات اللي بيحتاج جسمنا من الاوميجا 3. هل الأوميجا 3 الإنسان وجسم الإنسان بيستفيد منها بشكل تراكمي، ولا مجرد ما بيزود مثلا نوع الغذاء اللي بيحتوي عليها بتكون تأثيرها ملحوظ على الجسم على طول؟ لا، بالنهايه الاوميجا 3 كمان هي تراكميه، فبتحتاج الموضوع ايام لما الجسم يتشبع من الاوميجا 3، راح تلاحظ تحسن في صحه البشره بشكل تدريجي، بصحه المفاصل كمان. فالموضوع تراكمي بياخذ ايام، على عكس الناس اللي متوقع تلاقي فائده بشكل مباشره. لا، الموضوع تراكمي وبياخذ موضوع او وقت. في فوائد أخرى لأوميجا 3 دكتور أحمد غير صحة الشكل الظاهري أو صحة البشرة أو الأظافر؟ يعني هل ليها علاقة بمثلا التركيز، الاستيعاب بالنسبة للأطفال مثلا في المدرسة وكده؟ أكيد بالضبط، بتساعد كمان بالنسبة للأطفال على تحسين الأداء تبعهم خلال المدرسة. طبعا بتساعد على تحسين صحة الخلايا الدماغية بشكل عام. فبشكل عام هي
ليس بتقتصر على الشكل الخارجي فقط، على الشكل الخارجي فقط، انه كمان من الداخلي، وكمان بتقلل التهابات الجسم بشكل ملحوظ، خاصة من ناحية التهابات المفاصل. في حالة انه بيتاخد مكملات غذائية بتحتوي على الأوميجا 3، يعني مثلا الطلاب ممكن ياخدوها عشان تزود التركيز او تساعدهم في الامتحانات او يعني ما إلى ذلك، هل ده ممكن في حالة زيادتها ان يكون ليها أضرار على الجسم؟ أكيد أي شيء نحن بناخذه بجرعات زيادة عن اللازم أو الجسم بيحتاجنا، فبصير موضوع مضر أكثر. لهيك دائما نحن نحاول نحافظ على الجرعات المناسبة للشخص، بين إن كان طفل أو إن كان حامل، امرأة حامل أو مرضعة، فكل هدول النسب مختلفة. ولكن هلأ كشخص إذا عم بياخذ احتياجه من الأوميجا 3 خلال الدايت، فما بيحتاج المكملات، خاصة بالنسبة للأطفال. يعني ما في داعي إنه أعطيه مكملات الأوميجا 3 على أساس إنه تحسين صحة أدائه أو تحسين الأداء المدرسة عنده، فالموضوع ليس مو بهذا الشكل تقريبا، يعني موضوع معقد أكثر. دكتور أحمد العظم استشاري التغذية العلاجية كنت معانا على الهواء مباشرة من اسطنبول، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا.